السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. الانتخابات المحلية محاكاة تجريبية لتلافي الأخطاء وتدريب الملاكات الفنية. وإلى تركيا دعوى قضائية ضد العراق لإرغامه على القبول بشروطها، المراهنة على ورقة خاسرة. حياكم الله. استعداد الانتخابات المحلية ومع دخول في العد التنازلي لإقامة الاستحقاق، أجرت مفوضية الانتخابات محاكاة تجريبية لأجهزتها الفنية، عملية أولى لتحقيقها أو لتلحقها ثلاث عمليات، الهدف منها إطفاء الأمن الانتخابي من زواياه التقنية وتلافي الأخطاء وأيضا تدريب الملاكات العاملة على هذه الأجهزة. فهي تجربة مهمة لاختبار دقة وفاعلية الأجهزة الإلكترونية الانتخابية وإمكانية إرسال النتائج بسلاسة وسهولة. وجميع هذه العمليات هي بمثابة رسائل اطمئنان للناخبين ومدخلا لانتخابات شفافة. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة، فبعد أن ربح العراق قضية الدعوى المقامة ضد تركيا وأجبرتها محكمة التجارة الدولية على دفع التعويضات المالية لبغداد، تحاول أنقرة خلط الأوراق والمراهنة على ورقة خاسرة بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد العراق الطالب فيها بالتعويضات المالية، في خطوة لإرغام بغداد على القبول بشروطها من أجل إعادة ضخ النفط من كردستان وعبر منفذ جيهان. وهذه العملية التصعيدية هي محاولة ناعمة من الحكومة التركية لجس نبض الحكومة العراقية قبيل زيارة أردوغان المرتقبة. هذين ملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا في هذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا المتخصصين في هذه المجالات. تتفضل بقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين في الأستوديو، الدكتور عائد الهلالي السياسي المستقل، حياكم الله دكتور، وكذلك الأستاذ الحسن قبس علي عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات. أستاذ الحسن، أبدأ مع حضرتك ونتحدث عن عدد المحطات اللي أجريت فيها اليوم عمل المحاكاة، كم بلغ عدد هذه المحطات والأوراق الافتراضية التي طبقت بها هذه المحاكاة؟ نعم، تحية لحضرتك وضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لك كل حقيقة التحية. اليوم احنا في المفوضية تم إجراء أول عملية محاكاة استعدادا لإجراء الانتخابات في 18 من كانون الأول المقبل. في هذه المحاكاة تم فتح ما يقارب 906 محطة في كل مركز تسجيل محطة، إضافة إلى 21 محطة في مقرات مكاتب المفوضية في المحافظات. من ضمن هذه المحطات محطات التصويت الخاص للنازحين في اقليم كردستان. حقيقه اليوم جرت المحاكاه بشكل سلس وانسيابي، وتم اجراءها في اجواء متفائله وايضا يشوبها الحماس من قبل موظفي المفوضيه. حقيقه كانت نسبه المطابقه في النتائج 100%، ولم نسجل اي خلل لا في عمل الأجهزة ولا البرمجيات ولا في نقل البيانات. طيب، هنا الدكتور عائد وجدت ترحاب بحضرتك وأسأل يعني عن المحاكاة للأجهزة الإلكترونية الانتخابية. هل تعطي رسائل اطمئنان على مستويات عدة، مرة للناخب، مرة للمرشح، مرة للائتلافات، ومرة رابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحد ذاتها؟ يعني الأمور الفنية هي أساس مهم في شفافية الانتخابات، والرسالة المهمة أن تكون كل هذه الإجراءات هي تحت السيطرة. يلا، شكرا جزيلا، تحياتي لك أستاذ أحمد وللضيف الكريم ولقناتكم المقررة والمشاهدين الأعزاء. كل التحية. هذه الأمور الروتينية التي تقوم بها
المفوضية والأخوة في المفوضية، يعتبر طبعا حالة مهنية وحالة تسبق الانتخابات، حتى بكل تأكيد نتجاوز الأخطاء التي لربما سوف تحصل ونعالجها قبل وقوعها. احنا نعرف انه العملية الانتخابية وبعد ان ذهبنا باتجاه التصويت الالكتروني والاجهزة تعرضنا الى مشاكل كثيرة جدا، خصوصا في انتخابات 21/10/21 وما قيل عنها وما تحدث وما حصل جراء هذه الانتخابات والنتائج التي افرزت من خلال هذه الانتخابات والجولات الانتخابية. على أي حال، فبكل تأكيد اليوم احنا وبعد هذه الفترة الطويلة من وجود المفوضية والأخوة بالمفوضية بكل تأكيد اكتسبوا مهنية وحرفية عالية لربما أنه تأهلهم لقراءة المشهد مسبقا ووضع النقاط على الحروف، وبالتالي معالجة الأخطاء كما قلنا قبل وقوعها. وعندما تكون لديك هكذا إمكانيات وهكذا أدوات فبكل تأكيد سوف تبعث برسالة إلى الناخب، إلى المرشح، إلى كل من معني بالعملية الانتخابية أن الأمور تسير بشكل جيد إن شاء الله، وأن أخطاء الماضي سوف لن تتكرر. وكما تحدث ضيفك الكريم عن المحاكاة التي جرت هذا اليوم، المحاكاة التي سوف تجري في الأيام القادمة، من أن النتائج مبشرة ومطمئنة، ونتمنى أنه نستثمر حالة الهدوء السياسي الموجود الآن، حالة الهدوء الاقتصادي، التفاهمات الكبيرة جدا اللي موجودة بين المكونات السياسية، ونذهب باتجاه إجراء عملية انتخابية لربما سوف تكون نوعية هذه العملية اللي احنا انتظرناها منذ فترة طويلة. أنت تعرف أن مجالس المحافظات أوقف العمل بها، وخصوصا بعد تظاهرات تشرين، على اعتبار أنها حلقة وسطية، لكن اكتشفنا أن هنالك حاجة ضرورية جدا إلى من يرسم القرار داخل المحافظة وإلى من يراقب الأموال والمشاريع داخل المحافظة. فبالتالي اليوم العملية مهمة جدا أن نخرج بانتخابات شفافة سلسة، يكون فيها يعني تواصل ما بين جميع الشركاء السياسيين، ما يكون فيها تواصل مع كل الأطراف المعنية بالعملية السياسية، وهذه بكل تأكيد سوف تبعث برسالة اطمئنان للجميع، وإن شاء الله القادم أفضل. طيب أستاذ الحسن، يعني عدد الناخبين الافتراضيين لما حضرتك تتحدث عن محطة انتخابية في كل مركز انتخابي، كم بلغ عدد الناخبين الافتراضيين يعني موظفين المفوضية المشاركين في هذه العملية، حتى المشاهد أيضا تكون لديه فكرة واضحة حول الأسس المتبعة من قبل المفوضية وحرصها على إتمام هذه الإجراءات بأفضل وجه؟ نعم أخي العزيز، ومثل ما تعرف حضرتك إحنا اليوم بالمحاكاة كان المشاركون فيها هم موظفين المفوضية، فيعني في كل محطة هو نفس كادر المفوضية من مراكز تسجيل متكون من 7 إلى 8 موظفين، فالعدد يعني كان بالمئات. يعني مثل ما تعرف حضرتك هذه تجربة هي المحاكاة للوقوف على الإيجابيات والسلبيات في عمل الأجهزة والبرمجيات، وأيضا عمل الموظفين، وأيضا معالجة السلبيات وتعضيد الإيجابيات. طيب دكتور عائد، اليوم كان أكو لقاء للسيد السوداني مع رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، وكان الحديث يدور حول استمرار الدعم الحكومي والسياسي لفريق المفوضية. شلون راح يتم ضمان الوصول إلى أمن الانتخابات اللي يعني مؤمل أن تكون متسمة بالنزاهة والشفافية، وأن كانت أكو يعني علاقة عكسية بين الكتل السياسية أو الحكومات السابقة والمفوضية، يعني مجرد ما أن تنتهي العلاقة تكون هنالك بعض الإشكالات تسجل على المفوضية؟ نعم أستاذ أحمد، حقيقة أنه الأخ دولة رئيس الوزراء ألزم نفسه في البرنامج الحكومي بأن يذهب باتجاه إجراء الانتخابات، وهو الآن حقيقة ملتزم بهذا التعهد إلى الكتل السياسية، والأمور تسير بشكل حسن. اللقاء اللي حصل حقيقة مع الأخوة في المفوضية هذا يدلل على أنه الحكومة تدعم عمل المفوضية، الحكومة تراقب الموضوع بشكل دقيق جدا، الحكومة مهتمة بهذا الأمر. أما فيما يخص التمويل، وبكل تأكيد الحكومة ملزمة بأن توفر كل شيء لنجاح العملية الانتخابية. الشطر الثاني من سؤال جنابكم فيما يخص أمن الانتخابات، أكيد الحكومة قلنا أن هنالك هدوء سياسي موجود ولله الحمد، ممكن أن
يكون أحد عوامل نجاح الانتخابات. هذا جانب. الجانب الآخر أنه ماك انتخابات في كل دول العالم، حتى شاهدنا في الولايات المتحدة الأمريكية كم مرة يعاد عد وفرز أحد الولايات، لأن هنالك شكوك، وتعلمون أنه ترامب وقضية المرفوعة في ذلك الوقت على يعني مفوضية الانتخابات الأمريكية أو أي مؤسسة أمريكية مختصة بها، فلربما تحصل أخطاء، لكن هذا مو نهاية المطاف. إحنا دولة حديثة العهد، تجربتنا حديثة العهد، فبكل تأكيد إذا حصل لدينا سقطات هنا وسقطات هناك لا يعني أننا نسير بالاتجاه الخاطئ. بكل تأكيد إحنا قومنا العملية السياسية منذ فترة طويلة، ونحن نعمل على أن تكون العملية الانتخابية القادمة عملية مثالية، عملية نوعية ترتقي إلى مثيلاتها في الدول المتقدمة. هذا الموضوع يحتاج تضافر جهود، يحتاج تفاعل من الجميع، يحتاج اهتمام، يحتاج وطنية عالية من قبل المواطن، من قبل الكتل السياسية، من قبل المرشحين أنفسهم. وهذا الموضوع ما يأتي اعتباطاً أستاذ أحمد، الموضوع بكل تأكيد يحتاج إلى تضحيات ويحتاج إلى وقفة، وأنه من الممكن أن نلاحظ عملية انتخابية أنا من وجهة نظري يعني تفرق كثيراً وتختلف كثيراً عما جرى في الماضي. هذا يدلل على نضج التجربة العراقية ونجاح إن شاء الله الأخوة في المفوضية والحكومة في إدارة هذا الملف. أستاذ الحسن، يعني هل حدثت بعض الأخطاء في تمارين المحاكاة للانتخابات؟ نسبة هذا الخطأ إذا يتم إيجادها ورصدها وتحديدها، كيف هي الإجراءات لتقويم وتصحيح هذه المسارات الخاطئة؟ أكيد مثل ما وضحت لحضرتك، إحنا هي المحاكاة كتجربة للوقوف على الإيجابيات والسلبيات. حقيقة اليوم في تجربة المحاكاة نكاد أن لم نسجل يعني أي خلل في العمل، وكانت النتائج مطابقة 100%، وتم فحص جميع البرمجيات أيضا بحضور الشركة المصنعة والشركة الفاحصة. حقيقة كانت تقاريرهم إيجابية عن الإجراءات، وكانت سلسة وانسيابية، وبالتأكيد فإن أي خلل سيظهر سيتم معالجته مباشرة من خلال الخبراء في المفوضية. ومثل ما وضحت لحضرتك كانت تجربة ناجحة اليوم. نعم. من خلال يعني مطابقة النتائج. طيب، عدد هذه العمليات وفق ما مثبت في الجدول العملياتي للمفوضية، هل لها عدد محدد؟ يعني احنا في الانتخابات السابقة اجرينا 5 عمليات محاكاة. في هذه الانتخابات من المقرر ان تكون مشابهة عمليات المحاكاة للعدد السابق، وذلك للوصول إلى الجاهزية الأكبر وللتأكد من عمل الأجهزة بصورة صحيحة، وأيضا للدقة في عملها، وأيضا معالجة أي خطأ أو خلل يظهر فيها. والفاصل الزمني بين محاكاة وأخرى، يعني حتى يتم شمول أكبر عدد من موظفي المفوضية بهذه المحاكاة؟ يعني احنا في المفوضية هذا الموضوع يرجع الى تقييم دائرة العمليات اللي هي الدائرة المختصة في هذا الموضوع. بعد اجراء عملية المحاكاة الاولى سيتم التخطيط لعملية المحاكاة التالية، وسيتم تقييم الموضوع من قبلهم، وسيتم بعدها تحديد ما يعني ستكون عملية المحاكاة الثالثة او رابعة والى اخره. طيب الدكتور عائد، يعني العراق ما يمتلك قمر اصطناعي لإرسال البيانات، وبالتالي الاستعانة بقمر إحدى دول المنطقة لإرسال الوسط الناقل، يعني سجل في الكثير من الانتخابات السابقة بأنه من قبل متخصصين أو من قبل كتل سياسية أكو خطر في الأمن السبراني، فبالتالي مدى فاعلية هذا التهديد أو التحدي أمام المفوضية وأمام الكيانات؟ سيد أحمد، أنت تعرف جنابك اليوم أن الأمن السيبراني أصبح جزء من الأمن القومي للدول. نعم. يعني إضافة إلى الطعام، إضافة إلى الطاقة، إضافة إلى المياه، إضافة إلى الأمن الشخصي وأمن الدولة، هنالك الأمن السيبراني دخل بقوة في مجال الأمن القومي. واليوم بكل تأكيد احنا نعرف أنه القمر الصناعي اللي نتعامل معه موجود في دولة الإمارات العربية، وهنالك حديث ولغط حصل في الانتخابات الماضية من أن هنالك تلاعب أو قرصنة حصلت لنتائج الانتخابات، وأن النتائج قد حرفت أو عدلت أو يعني سميها ما شئت.
لكن الخلل وين؟ الخلل في على ما أعتقد، ولربما أنه زميل العزيز الأخ حسن لربما أنه شاطرنا الرأي، أنه هذه مهمة أو مسؤولية الشركة الأمنية اللي تشرف على الانتخابات. يجب أن يكون هنالك عقد مع الشركة الأمنية على أن تقوم بإجراء احترازات أمنية عالية الدقة. احنا نعرف أنه الهكر اليوم أصبح متطور، وأنه هنالك شخصيات لربما تستطيع أن تدخل هذا الفضاء وتتلاعب بكل شيء، مو فقط في نتائج انتخابات، لربما هذا الموضوع بسيط وسهل جدا. لكن اليوم عندما تختار شركة متخصصة لها القدرة ولها القابلية ولها الإمكانية في مجال حماية المعلومة ووضع الـ يعني المحددات أو وضع الـ يعني الأماكن الحصينة اللي تدخل بها المعلومة، شلون تحصن معلومتك، شلون تقدر أنه تتلافى أو تتجاوز قضية الدخول أو الاختراق من قبل الهكر، فهذا مسؤولية الجهة. هي مو مسؤولية فقط القمر الصناعي أو لأن هذا القمر الصناعي في هذه الدولة أو في تلك. هذا القمر الصناعي هو طبعا على ما أعتقد أنه لمنطقة الشرق الأوسط، يعني أيضا الدول تخشى على مصالحها، ولكن وتخشى من التهديدات وتخشى من الاختراقات، وبكل تأكيد هنالك معلومات قيمة تمتلك هذه الدول وتمر من خلال هذا القمر اللي على ما أعتقد يرسل إلى الأقمار الصناعية الأخرى ومن خلال الولايات المتحدة الأمريكية. القصد اللي أريد أقوله أستاذ أحمد، هنا عملية انتقاء الشركة التي تعمل على تأمين الانتخابات هي مسؤولية الحكومة في قضية التعاقدات مع هذه الشركة والاتفاقات اللي راح تصير مع الشركة والحكومة العراقية. طيب، ما دام أن هنالك العديد من الأطراف أستاذ الحسن تدخل على خط تأمين هذه الانتخابات من عدة نواحي، شنو تحتاج مفوضية الانتخابات من بقية الوزارات، الهيئات المستقلة، الجهات غير المرتبطة بالوزارة والجهات الساندة لعملها؟ نعم استاذ، بس يعني احب اعرج على الموضوع اللي ذكرته حضرتك قبل قليل حول موضوع القمر الصناعي وتأمين نقل البيانات. احنا في المفوضية وفي الانتخابات السابقة وحسب القانون اللي كان في وقتها كنا ملزمين ان نتعاقد مع شركة فاحصة لغرض فحص البرمجيات والوسط الناقل وتأمينه من أي اختراق من قبل القرصنة أو ما شابه ذلك. تم فحص جميع البرمجيات وتم فحص جميع نواقل البيانات، وكانت تقاريرهم معلنة الشركة حيث لم تحدث أي عملية خرق من أي جهة كانت. في هذه الانتخابات أيضا المفوضية ملزمة بالقانون أن تتعاقد مع شركة فاحصة، وهذه الشركة فعلا تعمل لغرض فحص البرمجيات والوسط الناقل لغرض تأمينه. ومثل ما تعرف حضرتك هي شركة الفاحصة أيضا تقوم بتوظيف قراصنة وخبراء تكنولوجيا المعلومات لهذا الغرض تحديدا، ولذلك احنا الحمد لله في المفوضية لم نسجل أي عملية خرق، هاي حسب التقارير من هذه الشركات. أما بالنسبة للجهات الساندة فأكيد احنا كمفوضية أثناء العملية الانتخابية جميع الجهات سواء كانت فيها الحكومة أو في منظمات مجتمع مدني والإعلام وأيضا في مجلس النواب وأي جهة هي شريكة للمفوضية في إنجاح العملية الانتخابية ككل. طيب، جدول العمليات يا أستاذ الحسن يعني يمشي ويمضي بما رسمت إليه المفوضية؟ يعني ما عندنا تأخير، ما عندنا زحف توقيتات على توقيتات أخرى؟ يعني احنا الحمد لله في المفوضية الماضين في جدول العمليات وملتزمين بالتوقيتات الزمنية. أكيد تحصل في بعض الأحيان تأخير في بعض الفقرات، أو في بعض الأحيان تتداخل بعض الفقرات مع أخرى. نعم، بعض يكون أكو تمديد لبعض الفترات، ولكن أكيد هل يؤثر على سير الجدول العملياتي بصورة عامة؟ احنا عادة لم عند إعداد أي جدول عملياتي نقوم بوضع يعني في حساباتنا توقيتات احتياطية تحسباً لهذه الأشياء، تحسباً لأي أمر طارئ، فهذه الأمور كلها في الحسبان. ومثل ما وضحت لحضرتك ماضونة في الجدول العملياتي وحسب التوقيتات الزمنية إن شاء الله. نعم دكتور عائد، يعني هذا التقدم في الجدول العملياتي للانتخابات المحلية يعني نقدر نستشف منه بما معناه بأنه لا تأجيل ولا فرضية لتأجيل موعد الانتخابات،
الكتل السياسية سيما في الإطار التنسيقي عازمة على إجراء انتخابات في وقت المحدد. الحكومة كما تفضلت وأشرت حضرتك قبل قليل بأنها وفق المنهاج أو البرنامج الحكومي هي عازمة على هذه التوقيتات، ولكن ربما بعض الجهات، بعض المتخصصين، بعض المتابعين للشأن الانتخابي يدور الحديث إعلاميا حول تأجيل الانتخابات. صالح، هنالك جهات تدعم وتدفع وتتمنى وترغب بتأجيل الانتخابات لأسباب عديدة. واحدة من هذه الأسباب أنها لم تستطيع وخلال الفترة الماضية من تصحيح أو ترميم العلاقة ما بينها وما بين قواعدها الجماهيرية، فهي تشعر أنه عملية الدخول بالانتخابات لربما تكون خاسرة وتحتاج إلى المزيد من الوقت. لكن هنالك الآن إجماع في تحالف إدارة الدولة، سواء الإطار التنسيقي أو الأحزاب الأخرى اللي موجودة في تحالف إدارة الدولة، بالدفع باتجاه إجراء الانتخابات حتى في محافظة كركوك التي لم تدخل انتخابات منذ 2003 إلى اليوم. وهذا يدلل على أنه الشركاء وصلوا إلى قناعة مطلقة أنه إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة وخلال التوقيتات الموضوعة، نعم لربما أنه أجل موعد الانتخابات فترة زمنية قصيرة، لكن هذا لا يعني أنه الانتخابات سوف تؤجل لفترة طويلة أو أن الانتخابات سوف تلغى. لا، الانتخابات حسب علمي وحسب مصادري الخاصة والمقربة من الكتل السياسية سواء في الإطار التنسيق أو غيره، الكل ماضي ومجمع على أن يكون الموعد القادم هو موعد إجراء الانتخابات. احنا نعرف أنه الكتل السياسية أعدت العدة، الأخوة المرشحين هم الآن بصدد إجراء حملاتهم الانتخابية وقد أعدوا برامجهم الانتخابية وفق هذا التصور. أي تأخير لربما أنه يعكر صفو العملية، لربما يثبط من عزيمة الكتل السياسية أو المرشحين في الذهاب بهذا الاتجاه. وعليه من وجهة نظري أنه الانتخابات سوف تقام في موعدها التي حدد لها إن شاء الله، وأن الأمور تمضي بسلاسة وسلام. طيب أستاذ الحسن، يعني أيضا نرجع لبعض التصريحات اللي كانت تثار في انتخابات سابقة بخصوص المنظمات الدولية والجهات الدولية المختصة بشؤون الانتخابات، مر بين الإشراف وبين الرقابة وأثير الكثير من اللغط والفروقات بينهم. هسه خلينا نحدد، ما دام كنا نتحدث عن الجدول العملياتي، هل هنالك رقابة دولية على الجدول العملياتي المفوضية حاليا؟ لو هذا الدور الدولي يقتصر على يوم الاقتراع فقط. نعم، احنا في المفوضية عادة نفتح الباب أمام تسجيل واعتماد فرق المراقبة الدولية الراغبة في مراقبة العملية الانتخابية، حيث تم تنظيم عملهم من خلال إصدار نظام اللي هو نظام رقم 5 لسنة 2023، الذي من خلاله تستطيع فرق المراقبة الدولية التسجيل للمراقبة العملية الانتخابية. ونحن حاليا بصدد توجيه الدعوات إلى هذه الجهات، لهذه الجهات هي البعثات الدبلوماسية في داخل العراق بالإضافة إلى الجهات الدولية في خارج العراق والمنظمات الدولية. نحن بشكل عام في المفوضية هناك ثلاث فئات من المراقبة، هم مراقبين المحليين اللي هم منظمات المجتمع المدني والجمعيات والنقابات، وأيضا لدينا وكلاء الأحزاب أو مراقبين الأحزاب والمراقبين الدوليين اللي مثل ما وضحت لحضرتك، فضلا عن الإعلام الدولي والمحلي. في الانتخابات السابقة البرلمانية دكتور عائد كان أكو حضور لبعثة الاتحاد الأوروبي، للجامعة العربية، جامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات الدولية. إذا ما تحدثنا عن مسمى الانتخابات المحلية أو انتخابات مجالس المحافظات، هل ستحظى بهذه المتابعة الدولية لو تعتبر أنه شيء ثانوي عن الانتخابات البرلمانية؟ بكل تأكيد أستاذ أحمد، الحكومة عاكفة على تسويق هذه الانتخابات إلى المجتمع المحلي والإقليمي والدولي على أنها انتخابات من طراز خاص، فبالتالي تعمل على، بكل تأكيد سوف تقوم بدعوة الكثير من المؤسسات المعنية بهذا الشأن لمتابعة ومراقبة هذا الموضوع. ما أعتقد أن الموضوع يختلف، الانتخابات البلدية أو المحلية كما تسمى عن الانتخابات البرلمانية. الهدف هو تسويق صورة الدولة، أهم شيء هو أن تكون هنالك تسويق لصورة الدولة، لأن عملية الاعتراف من قبل المجتمع الدولي بالانتخابات يجعلك في منأى وفي حصانة كبيرة جدا. اليوم
كل ما يحصل في الشارع العراقي، لربما أنه البعض يقول أنه القوات الأمريكية قادمة لتغيير النظام، ولا يا سيدي الكريم هذا كلام غير دقيق. لماذا؟ لأن الانتخابات أفرزت وصناديق الاقتراع والعملية الديمقراطية، لا توجد قوة في الكون قادرة على تغيير نظام ديمقراطي معترف به دوليا من المؤسسات الدولية. فبالتالي هذه الانتخابات والانتخابات البرلمانية يفترض أن يكون لديها غطاء أممي وغطاء شرعي من قبل المؤسسات المختصة، وأعتقد أن الأخوان في المفوضية يدركون هذا الموضوع بشكل كبير جدا. وبكل تأكيد أنه بعثة الأمم المتحدة يونان في العراق والبعثة الاتحاد الأوروبي وربما الجامعة العربية ومنظمة العمل الإسلامي غير غيره سوف يكون لها دور إشرافي أو رقابي على الانتخابات. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل هلالي السياسي المستقل، والأستاذ الحسن قبس علي عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، ضيوفا أكارم في الاستوديو، أثريتم الحوار في هذا الملف، ونتابع في الملف الآخر مشاهدي الأحبة بعد الفاصل. تركيا دعوى قضائية ضد العراق لإرغامه على القبول بشروطها المراهنة على ورقة خاسرة. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور أسامة السعيدي عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، حياك الله دكتور ضيفا كريما، حياكم الله، وكذلك الأستاذ نبيل العلي الخبير الاقتصادي ضيفا كريما في الأستوديو. دكتور أسامة، ما الأسباب اللي دفعت تركيا لهذه الخطوة ومقابلة دعوة العراق بدعوة ضده؟ من يقاضي من؟ تحية لحضرتك أولا والأخ العزيز أستاذ نبيل وإلى مشاهدي قناة الأيام الموقرة، شكرا على الاستضافة. يعني أولا واضح أنه منحنى العلاقة ما بين العراق وتركيا هو منحنى يعني يأخذ جانب سلبي أكثر مما هو يأخذ جانب إيجابي. طبعا هذا السبب أنه مو المشكلة بينا إحنا كبلد وكدولة، ولكن المشكلة هو في الطرف الآخر اللي يعني دائما ما يتعامل خلينا نسميها بطريقة فوقية، بطريقة استعلائية، يعتقد أنه يجب أن يستحوذ على كل ما يمكن أن يكون مع الجانب العراقي، سواء كان بالجانب الأمني أو حتى في ملف المياه أو حتى فيما يتعلق بموضوع تصدير أو استيراد النفط عفوا وتصديره عن طريق ميناء جيهان. الأتراك يحاولون أولا أنه يدفعون بهاي الدعوة، يدفعون يحفزون الجانب العراقي حتى يبدي يصدر النفط دون أن تكون هناك أسس صحيحة وسليمة وفق منطلقات الدولة الاتحادية العراقية. القضية الثانية أنه القرار المحكمة الفرنسية بالتحكيم ألزم الجانبين العراقي والتركي بمجموعة من خلينا نسميها الأمور، خلينا نسميها الفوائد اللي فرضت، لكن الفوائد في نسبتها الأعلى هي لصالح العراق، تقارب تقريبا حوالي مليارين دولار او مليون مليار و900 تقريبا و95 مليون دولار، بمقابل فرض لصالح الجانب التركي حوالي اقل من 480 او 485 مليون دولار، بما معناه انه هناك كفارق لصالح العراق. فالاتراك يردون ياخذون خطوه استباقيه لانه فعلوا واعطوا الرقم يعني مبالغ به على حساب القرار اللي صدر في الاصل، في 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 خطوه انا اعتبرها بصراحه هي خطوه قد تكون تحريكيه تصعيديه اكثر مما هي خطوه يعني مستوفيه لمتطلباتها وشروطها الفنيه والقانونيه. طيب استاذ نبيل، جدة الحابة حضرتك لما يتحدث الدكتور السعيدي عن الفوائد، مو اذا رجعنا للسبعينات العراق طالب بفوائد من السبعينات لتصدير النفط العراقي عبر جيهان، شيء معقول له هو التفاف على قضية التعويضات المالية اللي طالبت المحكمة الدولية دفعها للعراق.
نعم، بالبداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام وأيضا للضيف الكريم الدكتور المحترم. طبعا بكل تأكيد هذه القضايا هي قدمها الطرفان العراقي والتركي أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس، ويعني من الواضح أن ما قدمه الطرفان يعني تم يعني إقرار بموجبه قرارات يعني من المحكمة، محكمة التحكيم، لصالح الطرفين، يعني لصالح الطرفين تعويضات وايضا ما فاته من فائده واحتساب للفوائد حسب المعادله اللي احتسبتها المحكمه. فعلى ما يبدو انه التعويضات الخاصه بالاتراك هي تعويضات حقيقيه، يعني منذ التسعينات، منذ فتره اللي توقف تصدير النفط، العراق خلال فتره التسعينات استثمر يعني بسبب العقوبات، يعني كانت هناك عقوبات يعني تعذر على العراق تصدير النفط، وبالتالي استفادت تركيا من هذا الموضوع اللي هو يعني بإضرار للشعب العراقي وما بمصلحة للشعب العراقي، ولم يكن الشعب العراقي الحالي او المنظومة السياسية الحالية او حتى النظام السياسي الحالي مسؤولا عن تلك الفترة. تلك الفترة يعني حاولت حتى المجتمع الدولي فضها وفض الديون على العراق بواسطة نادي باريس وغيرها من المؤتمرات، وحتى أيضا مؤتمرات داعمة للعراق وداعمة لتمويل العراق، ومؤتمر مدريد في 2005 اللي هو أو في 2004 الذي قدمت الدول بموجب تعهدات لإقراض العراق، وما زال العراق يقترض الكثير من القروض عبر الوكالات الدولية أو عبر المصارف الدولية والمؤسسات الدولية وحتى عبر الدول مباشرة نتيجة ذلك المؤتمر، مؤتمر مدريد في 2004. فبالتالي اليوم يعني هي نوع من انواع التخاصم لدى المحاكم، وهذا التخاصم لدى المحاكم يعني هو نتيجه مؤخرا كان نتيجه انه ما هناك اتفاق واضح او 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 يعني وصول التفاوضات بين الطرفين التركي والعراقي الى نتائج واضحه، يعني للاسف على ما يبدو انه لم تصل العراق الى هذه النتائج. انا بصراحه يعني ممكن نقول أنا أدعو العراق إلى التنازل نسبياً أو على الأقل احتساب معادلة الكلفة مقابل الفائدة. يعني العراق اليوم خسر ما يقارب 5 إلى 6 مليار دولار فاتتهم نتيجة عدم تصدير النفط من كردستان، هذه فاتتها خلال الأشهر الماضية من الشهر الثالث شهر آذار الماضي ولغاية هذا الشهر، في حين هو كان مصر على أن يخسر الأتراك تعويضات بقيمة 1.25 مليار، يعني فاذا حسبناها بقضيه الكلفه والمنفعه انه العراق خسران، يعني لو متنازل حتى عن هذه المبالغ او على الاقل متفق مع الاتراك لتجزئتها او لالغائها او لتجميدها او لاي سبب كان اللي ممكن يسمح للعراقيين باجراء نوع من انواع التفاوض مع الاتراك بدون هذه الشده مع الأتراك على ما يبدو مثل ما تفضل الدكتور مشكورا أنهم يعني ينظرون إلى العراق اليوم. والمشكلة هنا أستاذ نبيل، المشكلة نعم. تركيا تريد العراق يتنازل كليا عن التعويضات، هو أنا ما تريد الجزء. هذا اللي أريد أوصل له، أنه العراق تركيا تنظر إلى نفسها بنوع من أنواع الغرور. السلطة في تركيا تنظر يعني بنفسها أنه هي مغرورة وقد تكون هي في مصاف دول يعني متقدمة قد تشعر بذلك، يعني ما تخلي روحها يعني بموقف قد يكون أن يتتنازل للعراق في ظرف الحالي، في وضع الحالي، وضع اللي بصراحة يعني اللي لا يحسد عليه بين الدول. فبالتالي يجب هم على العراق أيضا وضع يعني خصوصا في هذه الظروف اللي بها مصلحة تركيا، مثل ما تفضل، مثل ما سمعنا أنه قضية أنه الأردوغان أيضا مهتم بقضية طريق التنمية ولما يشكلها طريق التنمية من أهمية كبرى بالنسبة للأتراك، قد يكون الأهمية اللي تشكل الأتراك أكثر من الأهمية اللي تشكل العراقيين أنفسهم. فبالتالي استثمار هذه الظروف الحالية ووضع اتفاقية أشبه بالاتفاقية الشاملة، اتفاقية الشاملة تخص المياه أولا ومصلحة العراق وحقوقه من المياه، واتفاقية أيضا تخص المشروع المشترك اللي هو طريق التنميه اللي بيشترك بها الطرفين الرئيسيين اللي هو العراق وتركيا بشكل اساسي اكثر من الاطراف الاخرى، ومشاريع اخرى مثل قضايا الامن اللي مهتمه بها القضيه الاتراك، خصوصا ما يتعلق الامن في شمال العراق ووجود البككه. هذه القضايا قد يعني يكون المفاوض العراقي اذا لزمها ويحاول يخليها بباكج كامل
وبمجموعة كاملة واتفاقية شاملة. هذا أنا أعتقد ممكن يكون منجز كبير للعراق، وقد يستغني العراق إذا وصل إلى مرحلة أنه يستغني عن قضايا المليار وربع أو غيرها من القضايا، قد يكون هو هنا هو الرابح مو الخاسر. يعني تخسر أنت مليار وربع من التعويضات، لكن ممكن تربح اتفاقية شاملة لقضية المياه، لكن تربح ممكن إلى قضية التواجد التركي ومسألة التواجد التركي والاستهداف التركي المستمر بالنسبة للأراضي الشمال العراق. قد تجد إلى اتفاقية شاملة تخص التعامل الإقليم مع الأتراك، هذا التعامل المهم اللي يعني قد يهدد احيانا يعني السلطه والسياسه في العراق. يعني ما دام ان هذه القراءات تتعدد، شلون دكتور اسامه تقرا لنا العمليه؟ هل هي محاوله جس نبض من الحكومه التركيه للحكومه العراقيه قبل الزياره المرتقبه للرئيس التركي اردوغان الى بغداد؟ انا اعتقد هي خطوه، يعني انا اكد على هذا الموضوع، هي خطوه تصعيديه وقد تكون خطوه غير موفقه. الوضع الاقتصادي التركي هو أكثر حراجة من الوضع الاقتصادي العراقي، وبالتالي على الأتراك أن يفكروا بمصلحتهم. نعم قد يكون العراق يخسر بسبب توقف منفذ تصديري مهم، لكن العراق عنده بدائل وممكن يعوض إذا ما طور طاقته التخزينية والتصديرية من منافذ أخرى، ممكن أن يعوض هذا الموضوع. السبب في ذلك لأنه إحنا نحاول كدولة وكحكومة أنه نرسي دعائم سياسات صحيحة وسليمة، لأن هذه المشكلة المتعلقة مع أقليم كردستان هي مشكلة تعود تقريبا لعام 2008 و2010، وترحل من حكومة إلى حكومة دون أن يكون هناك أكو حل حقيقي وجذري وحل دستوري وحل يعبر عن حالة إنصاف وعدالة لكل المواطنين العراقيين. لماذا البصرة؟ لماذا واسط؟ لماذا كثير من المحافظات اللي هي منتجه للنفط اليوم هي تمول الموازنه، في حين انه اقليم كردستان يرفض ان يرضخ للديوان الرقابه الاتحادي، يرفض ان يعطي اعداد الموظفين الحقيقيين، يرفض اداره المنافذ المشتركه، يرفض ان يكون تصدير النفط. يعني هذا التصدير اللي دا يصير طيله السنوات الماضيه هو خارج حتى خارج يعني حصه اوبك، هو كان يتم يعني بطريقه التهريب. يعني تدري حضرتك انه احنا دوله مؤسسه وعضوه في اوبك، وبالتالي من يحددون لنا حصه احنا كنا نلتزم بها، لكن طيله السنوات الماضيه ما كان يصدر عن طريق اقليم كردستان، وانا لا اقصد النفط اللي يصدر عن كركوك او غيره، وانما اتحدث عن النفط اللي يصدر من خلال الاقليم، حقول الاقليم، هو خارج حصه اوبك وخارج حتى الاسعار وفق تندر معروف او عرض كان اتفاق ما بين الجانب التركي واقليم كردستان، وقد يكون عرض غير مرضي أو خلينا نسميه غير دستوري وغير قانوني، وبأسعار قد تكون مخالفة حتى لطبيعة أسعار السوق النفط والطاقة العالمي. دكتور، شلون نعتبر هذه العملية هي خطوة تصعيدية من الجانب التركي لو ضمن المساحة الطبيعية للردود حسب قراءة حضرتك؟ لا مو أنت اليوم يعني العراق، احنا خلينا نعترف، احنا الدولة مالتنا يعني كانت يعني تتعافى شيئا فشيئا. يعني قد يكون سابقا الايام الاولى لعام 2003 2004 2005 2006 يعني كان الوضع هش، الوضع الامني، تنظيمات ارهابيه، القاعده ومن ثم داعش، لكن اليوم احنا الوضع الدوله بدات تاخذ يعني وزنها الطبيعي، بدات تستعيد توازنها الخارجي وتوازنها الداخلي، العالم بدا ينظر لنا بمنظار مختلف، احنا اجراءاتنا على المستوى الداخلي بدات تاخذ يعني وضع مختلف، مو بصوره سريعه نعترف، لكن بطيئه، لكن قاعد تاخذ وضع. بالتالي انت كل الدول اليوم مو بس تركيا بعد ما يصير تتعاملون ويانا بالصوره القديمه، انه احنا هذا البلد اللي بعمليه سياسيه جديده ووضعه ممزق ومفكك من الداخل وعندنا تنظيمات ارهابيه، ويتعاملون ويانا بطريقه الاستحواذ والفائده لا اليوم احنا وضع مالتنا مختلف. هذا عليهم ان يدركوه يعني ويلاحظوه، سواء كان في تعاطينا مع الشركات العالميه، في سياستنا الخارجيه، في توازناتنا، في حساباتنا. لذلك هذا الامر لازم يكون في حسابات الجانب التركي. نعم تركيا كانت تستعمر المنطقه وتستعمر العراق لمده 4 عقود من كانت الدوله العثمانيه، لكن امجاد امبراطوريه الدوله العثمانيه قد انتهت اليوم، واليوم الدول لها وزنها خلينا نسميه الاقتصادي والتجاري على حساب وزنها الجغرافي والسكاني. يعني هم لا ينظرون للبلد انه العراق احنا بلد مو صغير لكن يعتبر نوعا ما متوسط، يعني مو بلد شاسع المساحه ولا ذا
نفوس كبيرة، وإذا تشوف مثلا قطر ودول قد تكون محدودة بالمساحة والسكان ومستوى تأثيرها الاقتصادي والتجاري عالي. نحن نفس الشيء اليوم بلدنا لا ينظروا للآخرين على أنه إحنا بلد محدودين بالمساحة والإمكانات والقدرات، لكن إحنا مستوى تأثيرنا اليوم بدأ يصاعد، وشيئا بشيئا أرجع وأكد أنه بدأ أدائنا بالسياسة الخارجية يكون أكثر رزانة وأكثر استقرار، وما عاد ينظر لنا على أنه إحنا بلد على أساس مكونات، وإنما ينظر لنا على بلد اسمه دولة العراق، اسمه جمهورية العراق، سواء كان في محافل الدولية، في المؤتمرات، في الاتفاقيات، في المعاهدات، في مواقفنا على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة، ما عاد النظرة القديمة. لذلك على الأخوان أنه بكل أخوة الدول المجاورة أن يصححوا إدراكهم، يصير تصحيح بالإدراك لهم، لأن مو هو البلد اللي تعاملوا وياه بعام 2006، وحتى هذا اليوم التعاطي الأمني أنا أعتقد راح يتحملون نتيجته في يعني الأشهر القادمة، إذا ما الحكومة والقائد العام اتخذ قرارات يعتقد أنه لابد أن يرد الاعتبار للسيادة العراقية. طيب أستاذ نبيل، يعني حل مثل هذه القضايا عن طريق المحاكم يعني بالتأكيد راح يأخذ وقت طويل، ولكن شنو احتمالات أن تقوم تركيا بخطوات تصعيدية أخرى ضد العراق خلال هذه المدة؟ يعني من الممكن أن تتكرر أو تكرر استهداف المناطق الحدودية، أشرت حضرتك إلى هذه المشاكل، تضييق الخناق على العراق مائيا، وهذه كلها ملفات اقتصادية وسياسية من الممكن أن تمارس على العراق. نعم طبعا، يعني بالدرجة الأولى يعني هو التضييق على التصدير، طبعا التضييق على التصدير بحجج أنه الأنبوب يعني يحتاج أو تعرض لأضرار نتيجة الزلزال، فحتى يعني تركيا لم تعترف أنه هي موقفة للتصدير عن قصد، لأن هذا هم بوراء مسؤولية، يعني مسؤولية ممكن وراء تبعات مالية، وممكن تغرم تركيا نتيجة هذه التبعات. فبالتالي توقف التصدير هو واحد، والقضية الثانية أنه هي إحنا يعني أنه تبقى المطالبات هاي القضائية مستمرة وتسبب خسارة مستمرة للعراق. أود أن أذكر أنه إنتاج كردستان هو ضمن حصة العراق من أوبك، يعني هذه معلومة مؤكدة، يعني أنه إنتاج كردستان كانت هي من ضمن الحصص، حصص العراق من أوبك. إذا العراق ده يخسر اليوم حصته بالتصدير من 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 نفط كردستان، ولم يعوض مثل تلك الحصة في قضية يعني في في من من الآبار والحقول في جنوب العراق أو وسط العراق. هذه نقطة. إذا رجعنا إلى حديث السيد أردوغان قبل فترة، قبل شهر تقريبا، تحدث أنه العلاقة يجب أن يعني كان هناك يعني نوع من أنواع الكلام اللي بمحاولة لتسوية الخلافات مع العراق، أنه خلص القضية لازم، يعني على حديث أردوغان أنه خلص القضية لازم إحنا ننسى الغرامات بيناتنا بين العراق وتركيا ونحاول، وبين العراق تركيا والعراق. هاي المسارات ولكن ما وصلت الى نتيجه. من باب التسويه اللي تحدث عن حضرتك، يعني امام مشهد الدعاوى المتقابله، هل اكو احتماليه للتسويه من هذا الباب؟ والله هي كانت المفاوضات يعني خلال تقريبا الشهر الماضي يعني مستمره، يعني انا حتى ما اخفي كانت عد اكونيه للعراق باقامه حفل مشترك على يعني بمناسبة حضور السيد أردوغان، ووضع حجر أساس مشترك بين السوداني وأردوغان لطريق المشروع التنمية. هذا كله من ضمن الإعدادات الحكومية العراقية اللي كان يعدلها بهالاتجاه في محاولة يعني الوصول إلى مرحلة إنهاء الخلافات. لكن على ما يبدو أنه الأتراك مصرين على قضية أنه عدم تغريمهم، والعراقيين مصرين ايضا على انه يجب تغريم تركيا. بالمناسبه احنا حتى اذا عدنا الى اصل المشكله، يعني كردستان والسلطه في كردستان هي من كانت تصدر النفط، والاتراك كانوا يعني راضين بعمليه استمرار من اكثر جذور المشكله طبعا. لا بس انا اذا وصل نتيجه انه احنا حتى المسبب الرئيسي العراقيين فيما بينهم تنازلوا عن الاسباب اللي كانت ورجعوا الى تشكيل مو من يقول يعني خلينا نحتكم الى الدكتور اسامه، يعني اكو ميل تركي لايجاد وقيعه بين حكومه اقليم كردستان والحكومه الاتحاديه؟ عفوا شنو السؤال؟ يعني اكو ميول تركيه لايجاد وقيعه بين الحكومتين الاتحاديه وحكومه كردستان؟ لا هو طبعا الاتراك يعني يحاولون يناورون او يلعبون على التناقضات، على الضعف الداخلي،
لذلك انا اكد على هذه القضيه، ما كان يصدر هو اصلا احنا ما كنا نعرف ولا اوبك تعرف انه ايش قد كان الاقليم يصدر حتى هو يكون ضمن حصه العراق. وثانيا هو كان يباع باسعار تفضيليه يسميها او يعني اقل من السوق العالمي، لان هو ما كان يعني نفط مهرب، ما كان نفط يباع بطريقه معلنه ضمن البورصات وضمن الاسس والشركات والشركات النقل المعروفه. هاي مساله معروفه من سنوات. اليوم العراق او حتى الرئيس التركي بصراحه، العراق قد من الناحيه الرسميه راح اكيد راح يرحب به ويستقبله كدوله، كرئيس جمهوريه، كرئيس وزراء، لكن صدقني من الناحيه الشعبيه انا ما اعتقد الشعب العراقي راح يكون مرحب بالزياره، مو لان احنا نكن العداء لشخص رئيس، وانما نحن نكن او نشعر بان تركيا تتجاوز على الحقوق وعلى الحقوق العراقيه، سواء كان بالمياه او سواء كان ما يتعلق ب انت شلون تشتري نفط. ما هي تركيا كانت تشتري نفط من داعش، هاي هم مخالفه. يعني انت من داعش سيطر على فتره على ابار نفط وقام يصدر. تركيا قامت تشتري حتى من داعش. فتركيا تحاول تستفيد، فمو مبرر، ما احنا مو صحيح انه نعطي مبرر للاخرين انه والله الاتراك خلينا نعطيهم تنازلات وخلينا نحاول نسترضيهم. انا ما اعتقد ان اليوم العراق في وضع يعني تفاوض خلينا نسميه انه يسترضي الاخرين او يحاول يقدم تنازلات على حساب مصالحه الوطنيه، لكنه ده يتبع سياسه الهدوء. نعم، سياسه الخطوه خطوه. اكو حكمه من الحكومه ما تريد خطوات تصعيديه، وانما تخلي الامور تاخذ نصابها واجراءاتها الطبيعيه سياسه انسيابيه. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور اسامه السعيدي عميد كليه العلوم السياسيه جامعه النهرين، والاستاذ نبيل العلي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك. ضيوفنا كانت في الاستوديو، شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.